بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية عالية خالصة للشرفاء والشريفات، الأحرار والحرائر، يا هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى الجويرة. ودائما وأبدا سنبقى أوفياء مخلصين لكل من دعمنا وساندنا ووقف معنا في وقت محنتنا، في الوقت الذي تنكر فيه البعض لهؤلاء الشيوخ قدماء المحاربين les anciens combattants et les vrais militants. إذن سنبقى دائما كما قلنا وأعيدها وأكررها دائما أوفياء مخلصين لمن أوصلوا مظلومية شيوخهم، شيوخ التربية والتعليم، إلى من يهمهم الأمر، إلى رئاسة الحكومة ووزير المالية والسيد الوزير الوسيع القطاع السيد أمزازي سعيد المحترم. فعلا تم طمس أزيد وإخفاء وإقبار فئة عريضة من المستحقين الرئيسيين لهذا الحل الذي جاء به المرسوم الجائر التفييئي التمييزي بامتياز وبتواطؤ من الجميع، ضحايا من كانوا يسمون أنفسهم ضحايا، وبعض النقابات والمصالح الإدارية التي تعرف كل صغيرة وكبيرة، وأيضا مديرية فض النزاعات التي هي تفتعل النزاعات بدل أن تعالجها وتحل هذه النزاعات، لأنها تعرف كل صغيرة وكبيرة على الملفات العالقة ذات الأولوية. فعلا هناك ملفات عالقة، ولكن هناك ملفات لها الأسبقية والأولوية a priorité. دي دوسيي كي سون a priorité. هادو هما الاولين كان عليهم يدوسوا. فعلا يعني قبل ما ندخلوا في النقاش ديال هاد الحل المهزلة فعلا اللي جا به هاد المرسوم ديال جوج 19504، نذكركم دائما اننا سنبقى اوفياء مخلصين لكل من دعمنا وساندنا، وسنبقى أوفياء مخلصين
لجميع الشيوخ الذين توظفوا بالسابع وبالثامن وتقاعدوا تصاعديا من 2003 إلى قبل 2012. وبكرم من السيد الوزير المحترم واحتراما لشيوخه من أجل رفع الحيف عنهم، قال قولته الشهيرة وبالصفة الرسمية وفي قبة البرلمان، ولما لا 2002 2001 2000، لأنه فعلا هذه الحقيقة ديال هذه المظلومية قد أخفوها فعلا على السيد الوزير المحترم، لأنه بصفته المنصب ديالو منصب سياسي، فاللي تيخوض في هذه الأمور هو الكاتب العام للوزارة، المستشارين أيضا، ولكن بالنسبة للترقيات الكاتب العام للوزارة والفريق التابع له والمدير ديال الموارد البشرية واللجينة اللي تابعة له اللي تيشكلها، وأيضا مديرية فض النزاعات اللجنة اللي تتشكلها لهذا الشيء، كل شيء تيسموه يعني التمثيلية ديال الإدارة ديال المصالح الإدارية. إذا بالنسبة لهذا الملف اللي أصبح من بعد 2012 يسمى ملف ضحايا النظامين 2003-85، أخباروه كما جاء على لسانه، يعني على لسان السيد الوزير المحترم سيد مزاز المحترم، عندما سئل حول هذا الموضوع هذا الملف، أخبروه بأن يعني هذه المظلومية بدأت أو هذا الملف بدأ من 2012، جميع النقابات أخبرته بذلك، وللأمانة فجميع النقابات وبدون استثناء فقد كانت تنادي بترقية استثنائية ابتداء من 1/1/2012. هذاك علاش؟ من جهة هذاك الحل ديال فقط المزاولين، هو خاصو فعلا يكون غير ديال المزاولين، واخا ولكن تاريخ المفعول المالي والإداري يبدأ فقط من 2019، لأن هذوك اللي من 2019 وما بعد هذوك هما اللي باقين مزاولين، اللي باقين يشتغلون من جاء المرسوم وتحط في 26 جوان 2019، وتمت مداولته في الجلسة الوزارية في مجلس الوزاري في 13 جوان 2019، وتم نشره يعني في 26 جوان 2019، وتنعرفوا حنا تاريخ النشر هو تاريخ سريان المفعول ديال اي مرسوم وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، كما فين تيبدا المفعول ديال، اذا خاصو يكون ديال المزاولين، لان هذوك المزاولين اللي كانوا لقاو وهم هذوك الفئة ديال المعلمين اللي توظفوا اصلا بالبكالوريا ابتداء من 1980 الى غايه 1986، هما اللي كانت تعلقت ليهم الترقيات ديالهم وراني شرت الى هذا الشيء في فيديوهات سابقه، وقلت بانهم جاءوا بين المطرقه والسندان، يعني السندان ديال اللي توظفوا قبل من 1980، لان كانوا تيجوا دائما وتياخذوا يعني الحظوظ في الترقيه ديال والمناصب الماليه ديال هادو اللي توظفوا من 80 وما بعد، لانهم كانت عندهم اقدميه عامه، وبالتالي كانوا ياخذوا ليهم يعني الحظوظ ديالهم والبلايص ديالهم والمناصب الماليه ديالهم اللي تتحدد بوفق الكوطه كانوا ياخذوها ليهم. وايضا من بعد 87 بدا التوظيف بالاجازه وبالدوغ الى اخره، ولا هادو تا هما تياخذوا امتيازات
وبالتالي يعني بقات الترقية ديالهم بطيئة. احنا انا تنهضر للأمانة، اذا كانت هذه بما ان المرسوم كان ديال المزاولين كان فقط لا غير اللي حصلوا المرسوم ديال النشر ديالو 26 جوان 2019 هو اللي خاصو يدوز. وكان من المفروض بأن تاريخ المفعول المالي والإداري بما أنكم قلتوا غير ديال المزاولين خاصو يبدأ من 1/1/2019، ولكن هما ما عمرهم غادي يتخلاو على الجمعية واللجنة اللي هما اللي كانوا يعني كانوا عملوا معاهم وهما اللي كانوا تأطروهم إلى آخره، حتى نقولوا بأنهم هما اللي كانوا يعني هما اللي يفرخون هذه اللجنات واللجينات والجمعيات. إذا من جا داروا هذاك الحل عاودوا ما سمحوش في هذوك المتقاعدين اللي كانوا معاهم في الجمعية فعلا، لأن هذيك الجمعية حنا غادي نهضروا من بعد في مشكلة ديال الجمعية علاش ولاو تيأسوا الجمعيات. رجعوا كما قلنا داروا التاريخ المفعول المالي والإداري في 1/1/2016، وما كان كل شيء مقتل لما قبل هذا التاريخ كما قلت سابقا، وهذوك اللي داخلين في هذاك المرسوم دوزوا المتقاعدين المقبلين على التقاعد والمزاولين بهذاك الحل اللي شفناه. هنا ما بقاو فيهم هذوك علاش كلشي النقابات كانت تتنادي بترقية استثنائية من 1/1/2012، إذا ما بغوش يتخلاو على هذوك ودخلت أطراف إلى آخره وهبطوا فقط 1/1/2012، وداروا ذاك الحل اللي شمل فقط المرتبين بالسلم العاشر وفقط المتقاعدين بالسلم العاشر، بما ان المرسوم فيه المرتبين بالسلم العاشر بطبيعة الحال غيكون حتى المتقاعدين من 2012 2015 غيشمل فقط هذه الفئة ديال المتقاعدين بالسلم العاشر، في حين ان هذا الحل اللي كان جا اشاروا بانه هذا الحل يشمل السلاليم السابع والثامن والتاسع، في حين ضمنوا هذا المرسوم حدا انه ضمنوا السلم التاسع وقالوا عليهم زنزانة سعود، وما عندهم حتى علاقه بالزنزانة سعود لانهم غتوظفوا غير جداد خوتي خواتاتي الاحرار والحرائر، وهاد المسؤولين سواء السياسيين او النقابيين خصكم تعرفوا هاد الحقائق، هذيك ما عندهم حتى علاقه بالسلم التاسع، هادو ولا الزنزانة سعود هادوك يلاه باقي جداد سنين الحليب وسنين الحليب، يلاه يلاه توظفوا في 2012 و2013 وتبارك الله وما شاء الله جاو في 2019 ودوزوهم كاملين حوالي 4600 وقسموهم لثلاثة دفعات بحال غير جوج دفعات 2019 2020 ودوزوهم على اساس انهم اصحاب الزنزانة التاسعة يعني السلم التاسع، في حين ان المتقاعدين والدليل على ذلك راه ما دارش متقاعدين السلم التاسع لانه ما فيهمش هذه الفئه هذيك 4600 كلهم باقيين جداد يلاه عندهم 6 سنين وطمسوا والغير اللي تقاعدوا بالسلم التاسع، في حين ان كاين اللي في 2019 من جا هذاك المرسوم جبروا مزاول وعنده السلم التاسع فيه 9 سنوات والزياده وما شملوش هذاك المرسوم تحيش الوضعيه ديالو وتم يعني التقاعد ديالو بالسلم التاسع حتى واحد ما داها فيه، هادو هما الاصل ديال هذه المظلوميه. اذا هذه تجاوزات من بين التجاوزات اللي يجب على الجميع ان يعرفها ويعترف بها. اذا بما انهم دوزوا المرتبين ودوزوا المتقاعدين، دوزوا هذوك المتقاعدين ابتداء من 1/1/2016 ودوزوا المتقاعدين فقط اللي قاعدوا بالسلم العاشر من 2012 الى 2015 رغم انهم كانوا مقصيين، والدليل على ذلك انهم كانت تربطهم ترابطه مع وزاره التربيه الوطنيه وما تيشتغلوش، وحنا في القاعده الفقهيه الكبيره اللي كانوا دائما من تمشي نصورهم تيديروا علينا قدام جهنا تيقول لك اللي تقاعد ما عندوش الحق، لان الترقيه من حق الـ النشيط المزاول الاكتيف اللي تقاعد يمشي يضربها بناسها، في حين كاينين هاد الضحايا الاوائل اللي كان خاصهم هما الاولين يدوزوا اللي تقاعدوا وكانوا يعني قبل ما يتقاعدوا مستوفين الشروط ديال النظاميه
اللي تتسمح لهم باش يتسجلوا وباش يتقيدوا في جداول الترقي، ومقيدين في جداول الترقي اكثر من سنه سنتين وثلاث سنوات. وهذو هما الفئه اللي هما عارفينها وتيسموهم ضحايا النظام، ضحايا الماده 112. ورغم ذلك كانوا غيدوزوا في 2007 لحيدوهم، وكانوا غيدوزوا في 2011 وحيدوهم، وخاصهم يدوزوا مع في 2019 مع هذا الحل وحيدوه، في حين جابوا دوك اللي كانوا بقاو من هذوك الاساتذه الاعدادي الذين لم يسبق لهم ان كانوا معلمين، والذين سبق لهم ان كانوا معلمين بقاو 127 وضمنوهم في هذاك المرسوم رغم ماشي ديالهم، ودوزوهم بعد الرجعين من 2006. وجابوا هاد يعني المرتمي السلم التاسع رغم انهم غير الافواج ديال 2012 و2013، وماشي من حقهم يكونوا في ذاك المرسوم، وضمنوهم في ذاك المرسوم وعطاهم سنوات اعتباريه، وفي ظرف 6 سنوات دازوا الى السلم العاشر، في حين كان خصهم يضمنوا يعني المزاولين والمتقاعدين بالسلم التاسع لانهم هما اللي توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن، وهذاك المرسوم هو ديالهم وجا من اجل الانصاف ديالهم، في حين ولاو تينصفوا به يعني ناس يلا تخرجوا بالسلم التاسع في 2012 و2013، هذا يعني التجاوز الديني. نرجعوا للمظلوميه اصلا كيفاش تبنات وعلاش تبنات وعلاش تم الاعتراف بها اصلا بانها كمظلوميه، ووافقت الحكومه والوزاره الوصيه ووزارة المالية يعني باش تعاطف مع هاد مع هاد الشريحة من شيوخ التربية والتعليم وتنصفهم بهذه الطريقة، رغم عندنا مؤاخذات عليها. المهم قاموا بإنصافهم على حسب قولهم، وبما أنهم كان في العلم ديالهم بأن غير من 2012 وما بعد هما اللي كاينين في هذا الملف اللي تسمى ضحايا النظامين، فقالوا منذ البداية بأنه تم طي هذا الملف وفق المقترحات التي يعني أعطتها لهم النقابات الأكثر تمثيلية والمصالح الإدارية. إذن نبدو ونبين علاش تبنات هذه المظلومية أصلا. أول شيء الاعتراف بملف يسمى ضحايا النظامين، ضحايا هل الكلمه سطروا على جوج سطور اللي هي ديال ضحايا. ضحايا كلمه ضحيه تتعني فيكتيم، فيكتيم شو واحد تيكون فيكتيم اللي تي اغريسي بار كيلكان، ستادير اليا ان اغريسيون، كاين اعتداء. مادام كاين ضحيه كاين اعتداء وكاين تجني اللي تيسموه في المصطلح الشعبي الشرميل، شرملو شي حد. إذن مادام هو مجني عليه ضحية واعترفتي به ضحية، إذن هنا خاص كما درتو في الإنصاف والمصالحة بس صالحتو مع هادو اللي كنتو جنيتو عليهم تا هما ديال الإنصاف والمصالحة، فحتى هادو بما أنكم قلتو ضحايا، وضحايا ديال من؟ يعني معنويا راهم كانوا الضحايا اللي جنى عليهم، يعني اللي تي اغريسي با كيلكان، ils étaient agressés par les deux systèmes 2003 1985. دونك بما انهم يعني تم الاعتداء عليهم وتم يعني التجني عليهم، فبطبيعه الحال فهم مجني عليهم. وشكون اللي جنى عليهم ماديا؟ وهم هذوك اللي جابوا هذاك المرسوم ديال جوج 19504، لان التنزيل ديالو هو اللي جنى على هاد الضحايا، خصوصا اللي تقساو، خصوصا اللي تقساو. اذا من جا هذاك المرسوم هذاك الضحايا يعني الملف ديال ضحايا النظامين 2003 85، هذاك الشيء علاش دائما الوزاره ولا رئيس الحكومه ولا اي حاجه وقت ما بغات يشيروا لهذا الملف ما تيقولوش ضحايا النظامين، ديما تيقولوا من يسمون، هما اللي تيسموا رسوم ضحايا ماشي حنا، لانهم عارفين اللي مشيو تقالوا ضحايا النظامين هذاك الشيء راه غادي يولي في جبر الضرر ورد الاعتبار بدون قيد او شرط. ولكن الملف طرح ونقش
ونوقش باسم ضحايا النظامين 2003-85. إذا هذه المظلومية، أي مظلومية كما كانت، عندها شروط وقواعد ومعطيات وحيثيات باش يعني يتم الاعتراف بها كمظلومية. أولا، شكون هذه الفئة اللي غادي نسموها حنا ضحايا النظام؟ اللي كما جاء في المرسوم اللي نزل يعني الاتفاق ديال 25 ابريل 2019 اللي قسى هذه الفئة ديالنا اللي ما ذكروهاش اصلا، وكانوا من يتبين السيد الوزير راه لقى 10200. شوف هذه الظلامه، شوف هذا نقولوا فيه شي حاجه كثار كثار من الظلم وكثار من التجني وكثار من الاعتداء. 10200 حسب غير اللي صرح به السيد الوزير رسميا، وما صرحش بانه من الفضاء، بل بوثائق ثبوتيه وباسماء موجوده ديال 10200 متقاعد ومتقاعد من فيهم المتوفون رحمهم الله في الوقت من كتبنا ليه احنا السؤال الكتابي، او عندما وجه ليه السؤال الشفوي في قبه البرلمان، اخبرناه بان هناك 12716 متقاعد ومتقاعده بمن فيهم المتوفون رحمهم الله. ولكن الاعتراف هو سيد الادله، التي يهمنا احنا هو الاعتراف ب يعني ب 10200 متقاعد ومتقاعد من فيهم المتوفون رحمهم الله، والاعتراف بتاريخ يعني البدايه ديالهم، واللي كان يهمنا هو 2003، لان هذا المرسوم اللي كان جاء هو عدل الماده 115 يعني المتضمنه في المرسوم ديال جوج صفر جوج 854، الذي هو بمثابه نظام اساسي لوزاره التربيه الوطنيه، الصادر في 10 فبراير 2003، والذي تم نشره في الجريده الرسميه 13 فبراير 2003. اذا اللي تهمنا اننا اعترف السيد الوزير رسميا بجميع الافواج من 2003 الى قبل 2012، جميع المتقاعدين اللي توظفوا بالسابع وبالثامن، واصبح هذا الملف ملف جديد، وقد اخبر الجميع بانه ملف مخالف، لانه ملف ديال السلم السابع السلم السابع والثامن، الذي توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن وتقاعدوا من 2003 الى قبل 2012، ولما لا 2002 و2001 و2000. طبعا هذا هو الذي يهمنا، هو الاعتراف، الاعتراف سيد الأدلة. وأيضا هاد 10200 فيها يعني وضعيات إدارية مختلفة، في حين أنهم من كانوا جاو في هذاك المرسوم ضمنوا فيه فقط المرتبون بالسلم العاشر حاليا والمتقاعدين بالسلم العاشر فقط. حتى في حال هذا الملف الجديد تضمن اصحاب السلاليب السابع الثامن التاسع. البطاقه التقنيه كانت صريحه لتوضع لتبنى عليها يعني المظلوميه ككل، وكل من توظف بالسابع وبالثامن فقط في حدود السلم العاشر. اذا اشار الى السلم التوظيف، وايضا الى الاحصاء ديال من 1972 الى 86 1986. وهذا التضليل اللي جابوه والتأويل الخاطئ والمنحرف ديال انه خصو يكون متقاعد بالسلم العاشر، فهو لم يشير الى سلم التقاعد، سواء تكون متقاعد، بل بالعكس قال في حدود السلم العاشر، يعني التقاعد بالسلم العاشر او السلم التاسع او السلم الثامن او السابع، لا يهم، ليهم انه يكون موظف السابع وبالثامن. نزيد واحد الاضافات. اذا هنا ساضيف كيفاش يعني تم الاعتراف بالمظلوميه. اولا، اعتمدت هذه المظلوميه على اللي كان تاريخ اللي كان يعني المسار المهني ديالهم محدود، كان اللي تيدخل بالسابع تيخرج بالتاسع،
تدخل بالثامن يقدر يخرج بالتاسع او في احسن الاحوال العاشر. يعني كان المسار ديالهم محدود، المخير تيتقاعد بالتاسع واللي تيوصل اللي تيتقاعد بالعاشر راه تيولي تيكون بلافوني بلافوني، لان ما بقى الانفراد، لان الترقي الى السلم الحادي عشر هو ما جا حتى جا المرسوم ديال جوج صفر جوج 854 النظام الاساسي 2003 ابتداء من 13 جوج 2003 اللي بدا، يعني بدا الانفراج والترقي الى السلم الحادي عشر. وهذا كان امتياز، كامتياز جاهم هم على حساب من؟ على حساب من توضوا بالسابع وبالثامن، ضحوا بهم هما باش هما خداو هذا الامتياز. وثاني شيء جاء لأن الترقي كانت تتعطل تتأخر الترقيات ديالها، يعني كاين اللي تيدير أكثر من 14 سنة باش يدوز من سلم إلى سلم، وكاين اللي تيدير 20 سنة وهو مؤقت اللي ترسم في السلم السريع. وبنيت أيضا عن من جاء في 2003، والفئة اللي جد متضررة عرفوها جد متضررة وكانت ضحاوا بها من أجل يعني السلم الحادي عشر الامتياز اللي خداوه هما، كانوا ضبنوا المادة 112 والمادة 115. هذيك المادة 112 يعني كانوا يستافدوا منها غير أساتذة الإعدادي ما قبل 2003، جاوا بصفة استثنائية للترخيص السنوي الاول، دار واحد الترقيه وفق الماده 112 من 2003 حتى الى غايه 2007، في حدود 2007. يعني 2007 يعني خاص يكون كل شيء دايز ويحتسب ماديا 1/1/2007 لما تزديش على حساب الكوطه، ولكن اداريا خاص يكون من 2003. هنا يعني تم الترشيح والتقييد في جداول الترقي ديال المعلمين توضوا بالسابع وبالثامن اجل باش يسرعوا الترقيه ديالهم. ولكن كاين اللي تقيد في جداول الترقي في 2003 و2004 و2005 اللي خرج تقاعد، ورغم ذلك يعني طبقوا فيه الحصيص السنوي لانهم كانوا تيقولوا هذيك الساعه مع المراعاه مقتضيات الماده 99. ولكن الانحراف التجاوز اللي جا هو ان المتقاعدين ما خاصهمش يعني يسري عليهم مقتضيات الماده 99، بل بالعكس خاصهم يترقاو. متقاعد دائما من تيتقاعد سنه التقاعد ديالو خاصو يمر خلافا للماده 99 يعني بدون اخضاع للكوطه، في حين تنجدوا ان هاد المتقاعدين اللي تقاعدوا وكانوا عندهم ترقيه استثنائيه من الماده 112 تم الترقيه يعني تم يعني حرمانهم من الترقي لأنهم خضعوهم للحصيص السنوي للكوطة اللعينة وطبقوا فيهم مقتضيات المادة 99. هذا تجاوز بين. إذا من هذا الشيء هاد الفئة اللي سموها الضحية ديال المادة 112 هذه هي كانت من الدعامات والحيثيات والمعطيات اللي تبنات عليها الاعتراف بالمظلومية. الشيء الذي لا يسري عليه هادو اللي بقاو من 2012 وهما اللي حسبوا رؤوسهم بانهم ضحايا، وهما اللي وهموا يعني السيد الوزير المحترم والسيد امزاز المحترم ورئاسه الحكومه الى اخره بانهم هما اللي ضحايا. في حين هادو اللي دازوا استفادوا من المرسوم. كاين فيهم اللي ما اللي داز يعني في 2010 داز سواء بالامتحان المهني الى السلم العاشر او داز وفق المعيار ديال 10 سنوات، لان هذاك القانون ديال 10 سنوات بدا التطبيق ديالو 9 فبراير 2006، وكان مديور انه مستثنين منه سنوات ديال 2003 2004 2005 خاصو يكونوا مستثنين منه، وتا 2006 اللي غي الترقي من السلم التاسع الى السلم العاشر تا هما مستثنين منه لان كان ترخيص استثنائي، في حين انهم
كاينين اللي من بعد ما خرجوا قال لهم علاش ما دزتوا، قال لهم لا خاصكم تكونوا مستوفين 10 سنوات، وهذا انحراف وخرق للقانون وتأويل خاطئ من طرف الجميع، يعني خصوصا المصالح الإدارية ومديرة فض النزاعات. أن المرسوم نشرت الجوز 19 9 فبراير 2006، وبما أن كاين ترخيص استثنائي فكانت يعني التقييد في جدول الترقي بالمادة 112 ب6 سنوات فقط من 15 سنة أقدمية عامة، 6 على 15 قاعدة اللي كنت نسموها. في حين كاينين اللي قلت لك اللي دازوا بامتحان المهني او دازوا ب10 سنوات من السلم التاسع الى السلم العاشر، ما دازوا حتى 2010 وجاو من يداروا الترخيص الاستثنائي الثاني من 2007 الى غايه 2012، داروا مراجعه ديال الترقيه بالماده 112، داروا امتداد ديال الاولى، داروا الترخيص الاستثنائي الثاني داروه من 2007 الى غايه 2012، وداروا واحد المراجعه للجميع من 2007 الى 2010، وكاين اللي ما داز اللي كان دايز السلم العاشر في 2010 بامتحان مهني مثلا او ب10 سنوات ودارت ليه المراجعه وصدق من كلاسي من 2007، من 2007 يعني استفدت 3 سنين قبل، يعني بدل ما تحسب لي يعني راه استفد من 3 سنوات، كان دايز في 2003 في 10 داروا لي المراجعه وفق الماده 112 ولات عنده السلم العاشر ابتداء من 2007 بدلا من 2010، اذا راه ربح حلت من حتو 4 سنوات 3 سنوات اعتباريه، وجاو دخلوه في المرسوم وعطوه ثاني 4 سنوات اعتباريه، اذا ربح حل استفد من مجموع من 7 سنوات اعتباريه، في حين انه من التاسع للعاشر داز ب6 سنوات فقط، اذا يعني ما عندوش شي ترقيه بطيئه، عنده جد سريع من سلم الى سلم، ومن سلم العاشر الى سلم 11 تعطاتو ثاني 4 سنوات وداز ب6 سنوات فقط من سلم العاشر الى سلم 11، اذا ما ترقاش ترقيه بطيئه او تاخر في الترقيه ديالو، بل كانت عنده ترقيه سريعه جدا، تي جي في والتي جي في اللي تيدير الدار البيضاء طنجه باش كان تيتحرك هذا السيد، وفي الاخير صدقوا هما اللي ما تيتوفروش بهم، اللي ما تاخرش الترقيات ديالهم، اللي ترقوا اكثر من 4 مرات من 7 ل 8 ل 9 ل 10 ل 11، صدقوا هما اللي ضحايا، وصدقوا اللي تيدوز فقط ب6 سنوات من سلم الى سلم، وداز 2 مرات ب6 سنوات من التاسع للعاشر ب6 سنوات، من العاشر ل11 ب6 سنوات، يعني تيمشي بسرعه ديال ما بقاش ديال العويطه ولا ديال تي جي في اللي تيدير كازا طونجي اسمه، وتضليلا من هذوك اللي ساهموا في هذاك الحل اللي كانوا مؤتمنين على الشغيله، مشاو وصلوا السيد رئيس الحكومه والسيد وزير التربيه المحترم ان راهم هادو هما اللي كانوا يعني ضحايا، وهما اللي تاخرت الترقيه ديالهم، وهما اللي خدموا 35 سنه و40 سنه وبقاو تيهلوا ليه، في حين ان كاينين الناس اللي داروا 37 سنه وتقاعدوا في السلم التاسع، وكاين اللي كاين اللي ترقى مره واحده في حياته، يعني توظف السلم الثامن تقاعد بالسلم التاسع، ومقيد في جداول الترقي لاكثر من 3 مرات قبل ما يخرج، يعني قبل ما يتقاعد، ورغم ذلك كل اش غنقول لكم وكلوا الخليع، عطاو الباي باي، عطاو الريح الشياح، وواحدين اللي تيتنقلوا كانوا تيتنقلوا في عويطه ولاو تيتنقلوا في تي جي في، هادوك قال لك اسيدي ضحايا السليم جمعيات ولجان ولو تيستقبلهم يعني في المقرات وفي مكاتب الكتاب العامون، وقاموا بإنصافهم كأنهم ضحايا لي فري فيكتيم فعلا، اللي تعطلوا في الترقيات ديالهم
واللي هما اصلا موجودين في اللوائح وكان خاصهم من الاولين يدوزوا. لاحوهم في المحيط، لاحوهم في واحد البير عميق وسدوه باش حتى واحد ما يسمع اخبارهم. ولكن اوصلنا هذه المظلوميه وغادي نبقاو نناضلو ونعرف بجميع التجاوزات والخروقات، وسنتحدى جميع الجبناء الذين تجرؤوا على إخفاء الحقيقة ديال هؤلاء الشيوخ حتى ضاعت حقوقهم وتأخروا حتى في الحقوق ديالهم. هذا الوقت اللي انتم انصفتوا فيه كان هؤلاء الشيوخ ونحن معهم، احنا الاولين كنا خاصنا نكون ننعم بالحقوق ديالنا، لان نحن كنا قبل منكم مستوفين جميع الشروط وقبل منكم متواجدين في اللوائح ديال المتقاعدين الى غاية 2011 التي دمستوها وطمستوها وخرجت لوائح جديدة بملف جديد، ملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين، نعرض الله على لمن يحشم. واشتنى الفيديو غيطول، باقي غادي نرجعوا للمسألة ديال اللجان، باش يقولوا اللجنة باش تديروا اللجان باش يطفوا عليها الشرعية ويديروا اللي بغاو. يلا تحية نضالية للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات، دائما معكم إلى الممات. الله يدير اللي فيها الخير.